كورية البحر، حكاية من التراث الدنماركي. هناك في قاع المحيط الأزرق الكبير بنت حوريات البحر قلعة جميلة، وكانت بينهن ست أميرات جميلات احتفلت أصغرهن بعيد ميلادها 15. وكانت تجمع الحوريات الست حياة ملؤها المحبة والحنان. إن عيد الميلاد 15 مهم جدا بالنسبة لحوريات البحر، حيث سيسمح لهن بالصعود إلى سطح البحر. يا لسوء الحظ، إن الجو عاصف والمحيط هائج هذا اليوم. مسكينة هذه الحورية، كانت تتمنى أن تصعد إلى سطح البحر في عيد ميلادها 15، ولكن ماذا ستفعل في هذا الجو الهائج؟ وشاهدت حورية البحر سفينة تحيط بها الأخطار من كل جانب. شاب ظريف. لقد ساعدت الحورية الأمير وأوصلته إلى الشاطئ. أمير الوسيم، لم يعلم الأمير بأن حورية البحر هي التي أنقذت حياته وأوصلته إلى الشاطئ. وغضبت حورية البحر بسبب وصول امرأة أخرى إلى الأمير، فعامت وعادت إلى بيتها في قاع المحيط. ومرت أيام وتصاعد معها شوق حورية البحر إلى الأمير. وأخيرا قررت حورية البحر أن تطلب العون من عجوز شمطاء، فقالت لها هذه أنه بإمكانها أن تحولها إلى امرأة مقابل صوتها الجميل. فوافقت حورية البحر أن تأخذ جرعة من الدواء تحول نصفها السمكي إلى أرجل. هل تريدين أن تتحولي إلى امرأة جميلة كي تتزوجي الأمير؟ نعم، ولكن إذا تحولت إلى امرأة يجب أن تضحي بصوتك الجميل. موافقة. ولكن إذا تزوج الأمير امرأة أخرى فسوف أحولك إلى سفنجة بحرية. حسنا، خذي هذا اشربيه. Thank you.
وبالأرجل التي أعطتها العجوز لها وصلت حورية البحر إلى قصر الأمير الذي اشتاقت إليه كثيرا. من أنت؟ ومن أين أتيت؟ لم تستطع الكلام لأن المرأة العجوز أخذت منها صوتها. أنت جميلة جدا وتشبهين البنت التي أنقذت حياتي، تعالي لندخل القصر، هيا. وازداد حب الجميع لحورية البحر، ولكن ما الفائدة وهي لا تستطيع الكلام أو الغناء بصوتها الجميل؟ لقد كان الأمير دائما إلى جوارها، يأخذها معه أينما حل أو ذهب، وفي كل خطوة تخطوها كانت حورية البحر تشعر بآلام في قدمها، ولكن قربها من الأمير كان ينسيها الألم. المهم أن الأمير قرر عدم الزواج من أي بنت سوى البنت التي شاهدها عند البحر. وانتشرت إشاعة مفادها بأن الأمير سوف يتزوج من أميرة لمملكة مجاورة لمملكته. وذهب الأمير على الرغم منه لرؤية الأميرة مصطحبا معه حورية البحر. ذهبت حورية البحر مع الأمير رغم علمها بأنه سوف يلتقي بخطيبته، فيا لها من مسكينة. وعند وصول الأمير إلى هناك ورؤيته للأميرة تعجب لما رأته عيناه، فالأميرة تشبه تماما البنت التي رآها عند البحر. سوف تزداد سعادتي إذا ما أحببتني يا أغلى شيء في الدنيا، هل توافقين على الزواج مني؟ وفي يوم زواج الأمير كانت حورية البحر تفكر بالمصير الذي سوف تؤول إليه إذا ما تم الزواج بالفعل. وهكذا بدأت معاناة حورية البحر بين الحبيب الضائع والمصير المرتقب. كانت السعادة تطفح على وجوه الجميع لقرب زواج الأمير عدا حورية البحر التي لم يعلم أحد بسرها الكبير. وفي الليل جاءت أخت حورية البحر بسكينة كانت قد قايضتها مع العجوز مقابل شعرها. اغرزي هذه السكينة في قلب الأمير وهكذا تتخلصين من وعدك للعجوز، هيا أسرعي قبل شروق الشمس، أسرعي أسرعي هيا. لا أستطيع، لا أستطيع قتل الأمير، لا أستطيع حتى إذا مت، حتى إذا مت. أميري مع السلامة. أتمنى لك السعادة. انتصرت إرادة الخير وأخفقت العجوز الشمطاء في فرض إرادتها وتحقيق هدفها بقتل الحب في قلب الحورية. وهكذا رمت الحورية نفسها في البحر مفضلة أن تتحول إلى إسفنج بحري على أن تقتل حبيبها. يا
يا للحورية الوفية، لقد فضلت الموت على الخيانة في عامها 15 وهي في ريعان الصبا.